بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمين أن الشباب العراقي خرج ومنذ 4 أشهر في الساحات الاعتصام، ولكن النخبة السياسية لم تنتبه إليهم ولم تنفذ إليهم أي ما يطلبون من مطالبهم المشروعة، ولذلك ترى الكتل السياسية تنطوي على نفسها من أجل مصالحها الشخصية. وبعد هذا العناء الطويل والصبر الطويل تم ترشيح السيد عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء، وكما تعلمون أن عدنان الزرفي كان محافظا للنجف وشغل منصب مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية، وكذلك هو من سجناء رفحاء، وحيث كان له ارتباط قوي مع الجانب الأمريكي لأنه تم منح اللجوء له إلى أمريكا ومتزوج من امرأة أمريكية. وهذا لا يتناسب مع الكتل الشيوعية المرتبطة بإيران، حيث أن عدنان الزرفي عندما استلم محافظة النجف وتم ترشيحه حصرا من السيد بريمر، قام بتصفية المحافظة وحل الميليشيات المتواجدة فيها في ذلك الوقت، وكانت الميليشيات معروفة عبارة عن فصيلين لا أكثر. أما اليوم المهمة صعبة أمام عدنان الزرفي، لأن هناك أكثر من 150 فصيل مسلح، وهناك أجنحة مرتبطة بإيران وتنفذ أجندة إيران ولها مصالح مشتركة مع إيران، ولذلك المهمة صعبة أمامه. ولكن المتظاهرون لا زالوا مصرين وثابتين في ساحات الاعتصام، ويرون من المصلحة أن يتجهوا إلى التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع. نعم، يعني بالنظر إلى أو تكليف يعني الرئيس برهم صالح للزرفي، محللون يرون أنه بذلك عمد إلى الدستور بعد احتدام طبعا خلافات سياسية ووصولها إلى نقطة معقدة، يعني بذلك أزاح الرئيس صالح قيادات الصف الأول الطامحين بالعودة من المشهد، وبالمقابل الكتل السياسية تتخوف من ولاءات محتملة للزرفي. يعني ما رأيك بهكذا تحليل؟ أنت كما تعلمين أن الزرفي ينتمي إلى كتلة النصر التي يقودها سيد العبادي، وتم ترشيحه من هذا المكان، والزرفي توجهه غربي يبتعد عن المفاهيم التي تريدها الكتل، ولذلك هم متخوفون من أن الزرفي سينفذ ما يطلب منه كما فعل العبادي، لأن سبق أن العبادي كان له دور مشابه للزرفي، ولذلك هم متخوفون اليوم. وأكثر المتخوفون هم كتلة الفتح ودولة القانون والعصائب وبدر وغيرهم من الكتل والفصائل المنتمية للحشد الشعبي وغيرهم، وكلهم مرتبطين ارتباط مباشر بإيران. نعم، يعني ككلمة أخيرة، هل تتوقع نيل ثقة البرلمان؟ يعني عدنان الزرفي هل سينال ثقة البرلمان العراقي؟ بالنسبة للدستور، السيد رئيس الجمهورية لم يخترق الدستور وعمل بمفاهيم الدستور ووفق المواد المنصوص عليها، وإنه سيتجاوز عدنان الزرفي مرحلة البرلمان وسيمنح الثقة، ولكن هناك تخوف من أنه هل يستطيع أن يشكل الحكومة أم لا، فهذا الأمر الفاصل بينه وبين تكليفه، كما فعل محمد علاوي عندما نال الثقة ولكنه لم يستطع تشكيل الحكومة بسبب تمسك كل جهة بالوزارة التي تحتويها لأجل مصالحها الشخصية، بعيدا عن متطلبات الشعب وبعيدا عن تقديم أي شيء للعراق. نعم، الدكتور رشيد الدليمي، محلل سياسي مختص بالشأن العراقي والعلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.